استهداف الصحفيين في حرب إسرائيل وحماس سؤال يخلق جدلاً بين الجهات المعنية. كانت ضربة مستهدفة لموقع الصحفيين. لم أرى أي مؤشر على أن إسرائيل تستهدف الصحفيين. لم أرى أي دليل على ذلك. مدبخ ما أمر دوفر تسال. ما أمر دوفر تسال. كبير مرات شاتم أمرين دوارين طوبين. إبانت أوتي؟ بالطبع نحن لا نريد قتل أو إطلاق النار على أي صحفي يقوم بعمله. لم تتسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس خسائر فادحة بين المدنيين فحسب، بل في صفوف الصحفيين أيضاً. ومن بين الذين قتلوا 28 فلسطينياً وأربعة إسرائيليين وصحفي لبناني وفق لجنة حماية الصحفيين. هذه أعلى حصيلة بين الصحفيين الذين يغطون أي صراع منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين في توثيق عدد الصحفيين الذين قتلوا في العالم منذ 1992. إزاء هذه الفترة الدموية غير المسبوقة، بدأت منظمة مراسلون بلا حدود بالتحقيق في حادثة 13 من أكتوبر التي قتل فيها صحفي رويترز اللبناني عصام عبد الله. وخلص الاستنتاج إلى أنه استهدف عن عمد أثناء عمله مع 6 صحفيين آخرين بالقرب من الحدود الإسرائيلية. تم استهداف الموقع الذي كان الصحفيون يقفون فيه بشكل واضح، ليس بضربة واحدة بل بضربتين بفارق 37 أو 38 ثانية قادمتين من اتجاه الحدود الإسرائيلية، وكان واضحا أنهم صحفيون وليسوا مقاتلين. مراسلون بلا حدود أعلنت رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب جرائم حرب في حق 9 صحفيين قتلوا واثنين آخرين أصيبا منذ 7 أكتوبر. وتشير الدعوى أيضاً إلى التدمير المتعمد لمكاتب أكثر من 50 وسيلة إعلامية في غزة. وكانت عدة منظمات إنسانية قد انتقدت الحكومة الإسرائيلية بسبب مقتل الصحفيين قبل اندلاع الحرب الأخيرة، على سبيل المثال عندما قتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عقلة أثناء عملها في بلدة جنين بالضفة الغربية في مايو من العام الماضي. وكان الجيش الإسرائيلي قد نفى اتهامات بأن أحد جنوده أطلق النار عليها، لكن في بيان حديث أقرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بمسؤولية قوات الأمن الإسرائيلية في مقتل أبو عقلة بعد تحليل الطب الشرعي وشهادة الخبراء. واعترف الجيش الإسرائيلي في فترة لاحقة باحتمالية إطلاق جندي من جنوده النار على الصحفية. هذا ويواجه الصحفيون في غزة مخاطر كبيرة أثناء محاولتهم تغطية الصراع في مواجهة الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة. والآن بعد أن بدأت القوات الإسرائيلية التوغل براً في غزة، فقد أبلغت وكالات الأنباء أنها لا تستطيع ضمان سلامة الصحفيين العاملين في قطاع غزة.